هذه أكبر وأغنى 10 شركات في العالم. يوجد في العالم شركات تملك قوة وسلطة أكبر من تلك التي تملكها بعض البلدان، وسلطتها لا تنحصر فقط في مجال الاقتصاد، بل تتجاوزه لتؤثر بقدرتها على سياسات بعض الدول أيضا. والمثير أن هناك شركات تملك المال الكافي لشراء بلدان بحالها. لذلك سنتطرق اليوم إلى أقوى 10 شركات في العالم، فتأثيرها يتجاوز ما يمكن أن نتخيل، حتى أنها قادرة على استعمار الفضاء والكواكب القريبة. جنرال إلكتريك. يتعلق الأمر بشركة أمريكية للكهرباء والتكنولوجيا، تأسست عام 1892 وتتخصص في سوق الطاقة والتكنولوجيا، وهي تطور المنتجات من أجل توليد ونقل وتوزيع ومراقبة واستعمال الطاقة. ومن بين منتجاتها نجد محركات الطائرات، مفاعلات نووية، معالجة المياه، ومنتجات أخرى في مجالي الأمن والطب. وتشرف الشركة على تدبير عدة فروع تعمل في مختلف المجالات. تتوفر جنرال إلكتريك على 330 ألف عامل. أما مقر هذه الشركة متعددة الجنسيات يقع في مدينة فيرفيلد بولاية كونكتيكوت الأمريكية، وقد وصلت مبيعاتها في السنة الماضية. إلى 122 مليار دولار، وهو يكافي اقتصاد الكويت بكامله. فهي الشركة الخدماتية الأقوى والأكثر تأثيرا في العالم، وقد تم تأسيسها من طرف توماس أديسون المعروف كمخترع للمصباح، وهي التي تزود أغلب الولايات الأمريكية بالطاقة. ماكدونالد. إنها أكبر شركة للأكلات السريعة في العالم، وكلنا أكلنا همبرجر ماكدونالد، وإذا لم تأكلها في طفولتك فقد فاتك شيء جميل. تسير الشركة أكثر من 36 ألف مطعم في أكثر من 100 دولة عبر العالم، و80% من المطاعم تتمتع بحق استغلال العلامة التجارية، حيث يدخل في المشروع مستثمر ما لمدة معينة من الزمن. وتوجد ماكدونالد في أغلب الدول في العالم باستثناء العديد من البلدان في القارة الأفريقية، والبلدين الوحيدين حيث لا وجود لماكدونالد هناك في أمريكا هما كوبا وبوليفيا، الأول بسبب الحظر والثاني بسبب أن ماكدونالد فشلت هناك، وبذلك كان أول بلد تفلس فيه أكبر شركة في العالم. وتتوفر الشركة على 440 ألف عامل، وقد وصلت مبيعاتها العام الماضي إلى أكثر من 25 مليار دولار، ومنذ بداية هذا الفيديو فقط بيع أكثر من 9000 همبرجر من ماكدونالد. ديزني. نحن هنا في أسعد مكان في العالم. عندما نقول ديزني يفكر أغلب الأشخاص في المنتزهات، غير أن ديزني هي أكثر من ذلك، فهذه المنتجات تمثل بالكاد ثلث مداخل ديزني، ويزورها سنويا أكثر من 132 مليون شخص، وهو عدد سكان كولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي وفنزويلا معا. ديزني هي كذلك شركة عملاقة للترفيه بقيامها بدراسات لتصوير الأفلام المليونية، حيث أن ميزانية فيلم لديزني تصل إلى 200 مليون دولار، وتملك ديزني منتزهات في كل من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت مؤخرا بشراء لوكاس فيلم التي صنعت سلسلة نجوم الحرب ستار وورز بأربعة مليار دولار، ونفس الشيء بالنسبة لمارفل. تتوفر ديزني على 185 ألف عامل، وقد وصلت مبيعاتها إلى 56 مليار دولار العام الماضي. IBM. إنها شركة للمعلومات التكنولوجية تعمل في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات، وهي الأكبر من نوعها في العالم، وتعرف عالميا بالهاردوير والسوفتوير، وكذلك الصفائح الإلكترونية التي تدخل في إنتاج الحواسيب والهواتف وأنظمة الحماية الرقمية. وقد أنتجت الشركة أول حاسوب تغلب على بطل العالم في الشطرنج، وIBM هي التي منحت البولو 11 المعلومات للوصول إلى القمر. إنها تلقب بالوحش في ميدان صناعة التكنولوجيات الجديدة، وفي كل سنة تحصل على أكثر من 2000 من براءة الاختراع الجديدة لاستعمالات متنوعة، ولا يمكننا نفي عبقريتها، فقد فاز 5 من عمالها بجائزة نوبل، وقد تم الاعتراف بدعمها للتكنولوجيا والتربية والأمن في العالم. وقد تأسست في نيويورك قبل قرن وأربعة أعوام من الزمن، وتتوفر على 370 ألف عامل، كما حققت مبيعات في العام الماضي تقدر بأكثر من 80 مليار دولار. تويوتا. هي شركة يابانية تعمل في مجال تصنيع السيارات والشاحنات، وتعد أكبر شركة من نوعها في هذا الميدان، ويوجد مقرها في مدينة تحمل نفس اسم الشركة تويوتا، وقد تأسست عام 1937، والآن تتوفر على أكثر من 330 ألف عامل عبر العالم.
وقد بلغت مداخيلها للعام الماضي أكثر من 23 مليار دولار، وتتجاوز بذلك الاقتصاد التشيلي كاملا، أي أن وزنها الاقتصادي أكبر بكثير من اقتصاد تشيلي. ووحدها خلقت أكثر من 30 ألف فرصة عمل فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهي حاضرة في أكثر من 170 دولة أخرى من أي شركة من اللائحة بما فيها ماكدونالد. فيسبوك. تتوفر الشركة العملاقة فيسبوك على 1.6 مليار مستخدم في العالم بأسره، وإذا اعتبر بلدا سيكون الأكثر كثافة في العالم من حيث عدد السكان، فيتجاوز بذلك الصين. مؤسسها هو مارك زوكربيرغ، وهو واحد من أصحاب المليارات الأكثر شبابا في العالم. وتتميز فيسبوك بشراء شركات منافسة مثل إنستغرام وواتساب وغيرها، بالإضافة إلى أن فيسبوك بصدد شراء شركات تعمل في مجال الطاقة والفضاء والنقل والطب وحتى الصناعة. ويستحوذ فيسبوك على 19% من إجمالي 70 مليار دولار التي تصرفها الشركات للإشهار على المحمول، بعد أن خلق ثورة في عالم التكنولوجيا. وكل يوم يتم تنزيل أكثر من 350 مليون صورة، ومنذ بداية هذا الفيديو فقط تم خلق أكثر من 2000 حساب جديد، وتم الضغط على 25 مليون إعجاب. وليس غريبا أن مؤسس فيسبوك هو واحد من أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم. وتتوفر الشركة على أكثر من 12 ألف عامل، وحققت مبيعات هذا العام تصل إلى 18 مليار دولار. كوكاكولا. يتعلق الأمر بأكبر وأقوى شركة للمشروبات في العالم، وتضم منتجات عديدة مثل فانتا وسبرايت ومنتجات غذائية أخرى. وتعمل الشركة في كل أركان العالم باستثناء كوبا وكوريا الشمالية. ومن 55 مليون مشروب يحتسى في العالم من غير الماء، تمثل كوكاكولا 3.1%، بمعنى أنه يتم استهلاك أكثر من 1.7 مليار مشروب ينتمي إلى شركة كوكاكولا في العالم. وإذا قارنا مداخل كوكاكولا بدولة ما، فسنجد أنها تكافئ اقتصاد كوستاريكا. ويتعرف 94% من سكان العالم بشكل آلي على رمز كوكاكولا، كما أن الشركة تصرف مبالغ خيالية في الإشهار، وهو مجموع ما تصرفه كل من أبل ومايكروسوفت معا. تتوفر كوكاكولا على 123 ألف عامل، وقد حققت أرباحها العام الماضي التي وصلت إلى 48 مليار دولار. مايكروسوفت. يعد مؤسس الشركة بيل غيتس أغنى رجل في العالم بثروة تقدر ب 77 مليار دولار. وإذا صرفت 1,000,000 دولار في اليوم الواحد، سيكون عليك أن تعيش 300 سنة لتنفذ تلك الثروة الضخمة. ولعلك الآن تملك فكرة حول الثروة الخيالية التي يمتلكها الرجل. مايكروسوفت هي مبتكرة نظام التشغيل ويندوز، ومنه فإن أغلب سكان الأرض يستعملونه. وفي الآن نفسه عملت على تسويق وتطوير عتاد الحاسوب هاردوير، ومن بين منتجاتها نجد أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة الذكية، كما أنها دخلت صناعة التطبيقات وشبكات الأعمال والاستشارات وكذا ألعاب الفيديو. لكن هذه الإمبراطورية لم تتوقف عند هذا الحد، فهي خامس شركة بأكبر عدد من براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية. واستثماراتها كما هو الحال بالنسبة لفيسبوك تتجه إلى ميادين الفضاء وحتى الطب. وتتوفر الشركة على أكثر من 118 ألف عامل، وقد حققت عائدات تقدر ب 86 مليار دولار السنة الماضية. جوجل. جوجل إمبراطورية الإنترنت بعد انطلاقها من مرأب صغير قبل 18 سنة، وهي أكبر شركة على الإنترنت في العالم، وهي ثاني أقوى شركة على الإطلاق. تعمل جوجل على ربط الأشخاص بالمعلومات، وتتوفر على ما لا نهاية له من الخدمات، وتعتمد أساسا على محرك البحث وأنظمة التشغيل وكذا منتجات هاردوير. وفي كل ثانية يجرى أكثر من 1.5 مليون بحث على محرك البحث جوجل، ما يعني أنه منذ بداية هذا الفيديو تم إجراء أكثر من 1.3 مليار بحث. وكما هو الشأن بالنسبة لفيسبوك، تهتم جوجل بشراء وتطوير تكنولوجيات جديدة وكذا شركات، وتشتري جوجل في المتوسط شركة كل أسبوع، وهي 55 شركة في السنة. جوجل هي مالكة يوتيوب، أكبر قاعدة للفيديوهات في العالم، وتشكل عائدات الإشهار 95% من دخلها. وتتوفر الشركة على أكثر من 53 ألف عامل، وقد حققت العام الماضي مبيعات تقدر ب 68 مليار دولار. أبل. بدأت حكاية التفاحة عام 1976، غير أن اختراعاتها الأخيرة مثل الآيفون الآيباد جعلتها الشركة رقم واحد عالميا، كما أنها أكثر
الشركات تقديرا وقيمة على كوكب الأرض، وهي التي تتوفر على أكبر ثروة نقدية على وجه البسيطة احتياطيا يقدر ب 173 مليار دولار، وهو ضعف ما تتوفر عليه الحكومة الأمريكية. وثروتها كافية لشراء فيسبوك وستاربكس، وتتوفر أبل على الإمكانيات الكافية للقيام ب 31 رحلة ذهابا وإيابا إلى المريخ، ويمكنها إذن استعمار الكوكب الأحمر. فضلا عن ذلك، فالشركة تملك المال لبناء 103 من برج خليفة، أطول مبنى في العالم. وأخيرا، تتوفر أبل على الإمكانيات المادية لشراء دولة بحالها مثل البيرو، لأن ناتجها الصافي قريب من المال الذي تتوفر عليه أبل في البنك، وهي بصدد تشييد مقرها الجديد على شكل قرص فضائي في كاليفورنيا. وقد تطلب ذلك 5 مليار، وهو أغلى مقر في العالم، أغلى من مقر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مجتمعين. حقا من الغريب وجود شركات تملك قوة وسلطة أكبر مما تملك بعض الدول، ومن بينها واحدة أمريكية وأخرى يابانية. لذلك علينا أن نعي بحجم التأثير الذي تمثله كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في عالم اليوم. إن استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قنوات هل تعلم.